توثيق التراث ده يأتي في قمة أولويات العمل في التراث بشكل عام. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أقول بس بعض الأمثلة البسيطة جدا يعني للمشاهدين حوالين هذه القضية. لو هنتكلم عن التراث الشعبي، لأن مفهوم التراث طبعا يعني في تراث مادي زي الآثار، وفي تراث غير مادي، وفي تراث بحري، وفي تراث مغمور. هنتكلم عن التراث الشعبي. التراث الشعبي واحنا بنتكلم دلوقتي مع يعني مع حضراتكم، المجتمع بيمارس التراث الشعبي. يعني في هناك عادات، في حد بيتولد دلوقتي فبيتعمل له اسبوع، في حد بيتجوز بيعمل له احتفاليه زواج، في حرفي قاعد بيعمل قطعه فخار او قطعه ازياء. يعني في حكايات شعبيه بتتقال، في امثال شعبيه بتتداول، كل ده بيتم الان. التراث الشعبي احنا بننزل نجمعه من الميدان، من الناس في سياق الشعب بتاعه. على مدى السبعين سنة اللي فاتت، يعني لما نقول مثلا 80 سنة كمان، من سنة 40 حتى الان، تم في مصر بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام جمع آلاف ان لم يكن ملايين المواد من تراثنا الشعبي. طيب احنا جمعناه، وعلى فكرة مسألة جمع وجمع المادة الشعبية بالصور وبالفيديو وبالكتابة وبالصوت وبكل حاجة، الحقيقة حركة الفولكلور خدت فيها شوط جامد جدا، لأن كان عندنا أدوات وأدلة جمع ميداني وشغل هايل جدا. بس كل الشغل ده اتجمع واتحط في المؤسسات، في فولدرات، في أرشيفات، في شرايط كاسيت، في شرايط فيديو، في واتجمع في مؤسسات المهتمة، لكن مش عارفين نسترجعه. مش عارفين نسترجعه بشكل منظم. يعني لو قلنا مثلا عاوزين نعرف فين، ايه هي الحكايات الشعبيه اللي متداوله اللي موجوده في اسيوط، طيب عاوزين نقارنها بالحكايات الشعبيه اللي بتتقال في المنوفيه، طب ايه هي الحرف الشعبيه اللي موجوده في الوادي الجديد والحرف الشعبيه اللي في النوبه، هي موجوده واتجمعت وكل حاجه، لكن ما نقدرش ندوس على زرع. هنا بقى بيجي اهميه التوثيق، ان احنا بنجمع الماده دي وبنوثقها. بنوثقها يعني اول حاجه بتتصنف لموضوعات كثيره جدا، موضوعات شجره التراث الشعبي الكبيره اللي هي بتتصنف لموضوعات متعدده، وبيكون ليها اماكن وارقام، بحيث انه اي حد في اي مؤسسه، باحث او مبدع او حتى مواطن عادي، يخش على موقع ويدوس عليه يقول والله دي الالعاب الشعبيه بتاعتنا، انا عاوز اعرف لعبه الاولى كانت من 30 سنة ازاي او دلوقتي ازاي، طريقة عمل كحك العيد بتتعمل ازاي. التوثيق هنا يعني كل ما قمنا بجمعه بنحطه بشكل مرتب ومنظم عشان نسترجعه، عشان نستفيد بيه، لان احنا جمعناه ليه، مش عشان نحطه في مؤسسات وخلاص. يعني دايما انا يعني في كتير قوي حتى في محاضراتي بفكر، يعني ببسط المسألة دي، وهبسطها برضو للجمهور اللي هو صاحب الحق في هذا التراث. جمعنا مادة كثيرة جدا جدا وحطيناها وخزناها، مش عارفين نسترجعها، مش عارفين نستفيد بيها بشكل منظم في مشاريع تنمية، في مشاريع إبداع، في اتخاذ قرار سياسي إلى آخره. هو ده المقصود بالتوثيق. الذاكرة الشعبية بتاعتنا موجودة، لكن عاوزين ننظمها علشان نسترجعها. مسؤولية جمع وتوثيق الداتا دي مسؤولية دولة قطعا، والدولة قامت بجهود في هذا المجال، لكنها لم تكتمل حن بالشكل اللي احنا بنأمله. مثلا عندنا مؤسسة المعهد العالي للفنون الشعبية، على سبيل المثال في مركز دراسات الفنون الشعبية، في مادة غزيرة ورائعة من الخمسينات حتى الآن، الاغاني والحكايات والعادات والتقاليد والطب الشعبي والاولياء والازياء وكل كل ما يرتبط بالتراث الشعبي. لكن احنا حتى الان احنا بنبذل جهود في ان احنا نعمل لها رقمنه ونعمل لها قاعده بيانات واسترجاع الى اخره. عندنا اطلس المأثورات الشعبيه، جامع ماده رائعه من التسعينات حتى الان، لانه افتتح في التسعينات. لكن العلاقه طيبه بين المؤسستين، يعني هنا في اعداد تقليد وهنا في، يعني هنا اتجمع حاجات ناس جمع وهنا جمعت نفس الاكياد، ما في العلاقه بينهم ايه، لم تترابط، يعني لم ترتبط بشكل. في مؤسسات تانية، في مكتبه اسكندريه فيها جمع لماده الفولكلور، وبداوا يعملوا دلوقتي موقع لمكنز الفولكلور
علشان هذه المسألة. في العلاقة ما بين كل ده الدولة هي المسؤولة عنه. والحقيقة وزارة الثقافة عملت لجنة عليا للتراث الثقافي غير المادي اللي هو التراث الشعبي، علشان كل مؤسسات الدولة اللي فيها مواد تراث شعبي يبقى يحصل بينها وبين بعض عاوز اقول منهجية علمية وارشيف وتصنيف، علشان نقدر نسترجع، علشان نقدر الحاجة اللي احنا عاوزينها المادة اللي احنا عاوزينها نسترجعها. وده الدولة بتقوم بجهود فيها، بس حتى الآن لم تكتمل بعد، ونتمنى انه يحصل نشاط في هذا الإطار. طبعا احنا محاولين، يعني احنا محتاجين ان احنا نحول كل المواد دي ديجيتالايز، يعني في مواد كثيرة جدا جدا تملكها الدولة في التراث الشعبي موجودة على وثائق قديمة، يعني موجودة على شرايط كاسيت، موجودة على VHS فيديو اللي هو خلاص اتلغى دلوقتي، موجودة على ريل، يعني على اسطوانات ريل، على وثائق قديمة. محتاجة دي أول خطوة تحول من الوسيط القديم للوسيط الرقمي الحديث. وفي مواد حديثة بالفعل موجودة دي إنها تتحول إلى مواد مرقمنة أو يعني حديثة، دي أوكي برضو جاري فيها العمل، يمكن مش بالشكل اللي احنا بنأمله لكن ماشيين فيه. لكن هي الفكرة ان بعد ما نعمل كل ده عاوزين بقى الألعاب تتحط في مكان الألعاب، الحكايات تتحط في الحكايات، العادات الزواج تتحط في عادات الزواج، الأزياء تتحط في، يعني البيت يتنظم بحيث عاوز أي موضوع في مكانه نسترجعه ونشوفه، نشوف ايه المواد اللي موجودة دي عشان نعمل عليها أبحاث ونعمل عليها تنمية وإبداع وإلى آخره. فهو ده الجهد، وده جهد على فكرة جبار مش سهل بالمناسبة. محتاجين بورتال، يعني قاعدة بيانات كبرى وطنية تجمع كل هذا التراث موحدة بتشاور على المواد بتاع التراث اللي الباحثين والرواد والأساتذة على مدى عشرات السنين اللي فاتت جمعوها وتعبوا فيها إنها تظهر للناس. في حاجات لحد دلوقتي اتجمعت بقى لها 10 سنين محدش شافها اصلا، موجوده زي ما هي. فده عاوز جهد وعاوز كمان تمويل كمان. الدوله الحقيقه يعني ما بتبخلش، لكن محتاج كمان عمل جماعي، وعدد المتخصصين في المجال يمكن على المستوى الوطني والعربي قليلين، متخصصين في التوثيق. وان كان دلوقتي عندنا في المعهد العالي للفنون الشعبيه في قسم تقنيات حفظ الفولكلور، مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ، خرج جيل من الشباب متخصص في هذه المسألة الدقيقة المهمة، وفي انتظار ان هم يكون ليهم دور في الفترة اللي جاية. يعني هم بيتدربوا على هذه العمليات، وفي انتظار انه المشروع الكبير الوطني اللي بتقوم بوزارة الثقافة الآن ان يتم على اكمل وجه ان شاء الله. مركز دراسات شعبية هو الأرشيف القومي لمصر، أقدم أرشيف للفولكلور في مصر ومركز دراسات الفنون الشعبية، اللي جزء منه المتحف اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي. كل المواد اللي احنا شايفين دي مجموعة ميدانية من الناس. كتير ما يعرفوش هذا المكان، بعضهم يعرف وبيجي الحقيقة وبيشوف وكده. احنا بندعوهم في مجال السينما، اتفضلوا شوفوا وشوفوا الرؤية الفولكلورية في البيئات المصرية المختلفة شكلها ايه. احنا شوفوا الأغاني، شوفوا الأزياء، شوفوا المعتقدات الشعبية، وده كم كبير جدا، شوفوا المأثورات المرتبطة بالأولياء والقديسين. التعمق في ده من المواد اللي موجودة ده بينتج إبداع له مصداقية أكتر. طبعا أنا مش هتكلم عن آلاف الدراسات الميدانية اللي في مجال الفولكلور اللي موجودة واللي ممكن تكون متاحة في المكتبات، أنا بتكلم عن الأرشيف الموجود الوطني. يعني التراث الشعبي فيه 22 ألف آيتم فولكلوري، كل آيتم ليه رقم. وبالمناسبة ده بيخليني مسألة التوثيق مش بس استرجاع المادة والاستفادة منها، ده حماية حقوق ملكية فكرية للتراث الشعبي للوطن. يعني لما دايما بيتقال في الميديا كتير احنا عندنا اكلات شعبية، مثلا عندنا اكلة الفول والطعمية، وفي دولة تانية توردي الاكلة دي بتاعتنا ومش عارف ايه، ولا ازاي ده بتاعنا لا مش بتاع. ما هو ده ليه؟ احنا لو عندنا الارشيف القومي للفولكلور كل عنصر واخد رقم، ده بمثابة الحفظ لهذا العنصر على مستوى العالم بشكل عام. احنا عندنا ارشيف قومي وكل عنصر محطوط فيه له رقم موثق. هذه قضية قومية ووطنية شديدة الأهمية، والعاملين في مجال التراث الشعبي على قدر كبير من الوعي بهذه القضية، والدولة مهتمة بهذه القضية ممثلة في وزارة الثقافة
ونتمنى انه في الـ في الـ في الـ في الوقت القريب القادم يعني انه الباحثين والمبدعين والمواطنين يقدر يشوف تراثه الشعبي على موقع ضخم يليق بتنوع وثراء وجلال وجمال تراثنا الشعبي المصري. هنتكلم النهاردة عن المقصورات الشعبية، والمقصورات الشعبية ده شيء مهم جدا في حياتنا وفي تربيتنا وفي إثبات هويتنا الثقافية. الحضارة الإنسانية بتنقسم لحاجتين، والآثار، وكمان بتنقسم للتاريخ الشفاهي أو المقصورات الشعبية اللي هي بتعبر عن الشعوب وعن نفسيتها وعن هويتها وعن انتمائها للأرض اللي هي بتكون موجودة عليها. يعني لو جينا نتكلم عن التاريخ هنقول إن التاريخ هو عبارة عن الأحداث الكبرى اللي بتحصل في حياة الأمم، وبتكون خاصة بالحكام وبتكون خاصة بالقادة، لكن التاريخ الشفاهي هو الخاص بالشعوب وبتفاعلاتها وأوضاعها الاجتماعية والدينية والسياسية، تفاعلها مع الأوضاع السياسية اللي موجودة داخل البلاد. عشان كده ما نقدرش نغفل دور المقصور الشعبي ودوره الكبير جدا في توثيق الحدث التاريخي. يعني بنقول ان الحدث التاريخي هو حدث مكتوب وحدث كمان شفاهي، يتكاملوا الاثنين علشان نقدر نطلع نظره موضوعيه للحق. ازاي بيتم جمع وتوثيق التراث؟ من خلال مجموعه من الباحثين اللي موجودين في جميع أنحاء الجمهورية، والباحثين دول بينتموا لإدارة تتبع وزارة الثقافة اسمها إدارة أطلس المقصورات الشعبية. الباحثين بيشتغلوا وفق طريقة للجمع الميداني بتضعها الإدارة، دي عبارة عن خطة سنوية. الخطة بتنقسم لمجموعة من الموضوعات، كل موضوع بيتم استكماله خلال 3 شهور، من خلال إن احنا بنحط أول حاجة دليل للجمع الميداني، بنحط شروط وضوابط للجمع زيها زي ان احنا الصور تكون موثقة، في تسجيلات صوتية، في فيديو، في كمان احيانا الرسم. الباحث بينزل الميدان وبيلتقي مع الاخباريين وبيبدأ يصور ويعمل احاديث صحف موثقة ومسجلة، سواء ساوند بس او من خلال الفيديو. والفيديو طبعا من شروط الفيديو ان هو لا يقل عن 10 دقائق متصلة. بيتم الجمع وتوثيق المادة، بتيجي عندنا الإدارة وبيتم مراجعتها والتأكد من صحتها وان هي متوافقة مع ضوابط الجمع. بعد كده بيتم وضعها او حفظها على وسائط متعددة، بيتم وضعها في معمل الإدارة. بالنسبة للعامة احنا ابتكرنا حاجة جديدة في الأطلس، ان احنا نشارك في العمل الثقافي. يعني إدارة الأطلس بدأت تشارك في كوفي. إزاي؟ إن إحنا المادة العلمية اللي تم جمعها وتوثيقها كمان بدأنا نعمل محاضرات وندوات للأطفال، من أول الأطفال ورش ألعاب شعبية وورش حكايات للأطفال. بدأنا بالأطفال إن إحنا نعلمهم تراثهم، إن هم يتعلموا التراث بتاعهم وينتموا إليه ويرتبطوا بيه، بإن إحنا بدأنا نعمل لهم الألعاب علشان نواجه فكرة التوحد اللي بقت منتشرة جدا ما بين الأطفال، والعنف والألعاب الإلكترونية. بدأنا نفكرهم تاني بألعابهم الشعبية والحكايات الشعبية، بننتقي الحكايات الشعبية اللي تم جمعها من خلال الباحثين على مستوى الجمهورية، وبدأنا نقول لهم نرجع نحكيها تاني للأطفال. كمان احنا بدأنا نشجع الحرف اليدوية، وبنعمل معارض للحرف اليدوية للحرفيين، بنجيب حرفيين ونعمل لهم معارض ونشجعهم على البيع وان هم يبيعوا ويشتروا، واحنا ملناش دخل في المالص، هي المكسب او فكرة البيع والشراء بتكون منهم للجمهور. لكن بس احنا كل دورنا ان احنا بنوجه نظر الشباب ونظر الاطفال ونظر الكبار، كل فئات المجتمع، لأهمية الصناعات اليدوية ودورها وجمالها. ده كله بيخلي لدى الإنسان إحساس بالانتماء لوطنه وللأرض بتاعته ولثقافته، وإن هو يحافظ عليها ويحاول إن هو يطورها ويضيف لها طابع جديد تتلائم مع المجتمع.
ما يبصلهاش نظرة ازدراء أو إن هي أقل من الثقافات الأجنبية اللي بتكون موجودة وبتطغو علينا وبتعمل لنا نوع من الهيمنة الثقافية. إحنا النهاردة في متحف الفنون الشعبية التابع لمركز دراسات الفنون الشعبية. المتحف بيعرض ثقافة شعبية، بيعرض كل مقتنيات محافظات مصر، لغرف في بيئات ثقافية، بيئة ريفية، بيئة ساحلية، بيئة صحراوية، بيئة الحضر، وكمان بيعرض حرف اللي فيه قاعات فيها حرف، فيها حرفة الفخار، حرفة النسيج، حرفة الخيامية، وفي كمان الاحتفالات، احتفالية السبوع، احتفالية الزواج، احتفالية العائلة المقدسة، برضو بيعرض الأولياء، المولد، بيعرض الموالد، بيعرض احتفالية شهر رمضان، احتفالية المحمل. المتحف بيضم مجموعة كبيرة من المقتنيات لجميع المحافظات، وطبعا البيئة الساحلية في قاعة مخصصة لفولكلور البحر، فيها فولكلور البحر والمراكب والصيادين. المتحف طبعا مهم لأنه بيوثق التراث الشعبي، ومهم جدا وبيبقى مرجعية للطلبة والباحثين ولأي حد عايز يستفاد بالتراث الشعبي. هو بيوثقه من خلال ان يعني بيبتدي عند الجامع الميداني، لما الباحث الميداني لما بينزل يعمل جامع ميداني في موضوع معين، بيجمع الموضوع من كل النواحي وبيجمعوا صور وفيديو وصوت وصورة، فكل الحاجات دي بتتوثق. وطبعا المقتنع اللي الباحث بيجيبه من الميدان دوت بيدخل المتحف وبياخد رقم وبيتحفز بطريقة معينة، بحيث ان يبقى مرجع مهم جدا لأي حد، وحتى وللطلبة كمان بيبقى مرجع مهم جدا ان هم يقدروا يتعرفوا على البيئة الثقافية. مثلا في سيوة مثلا من 30 سنة كان شكلها عامل ازاي، فيقدر الباحث يقدر يقول أوجه الاختلاف بين الماضي والحاضر، ويتعرف كمان على البيئات الثقافية المختلفة في الماضي والحاضر بغض النظر عن سيوة، في كل المحافظات.